السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكم مره تانية على قناه عياده الاطفال. معاكم دكتور يوسف فضل، اخصائي طب الاطفال وحديث الولاده، ومعاكم النهارده في اجابه للاسئله بتاعتكم على اسم الكوميونتي على موقع عياده الاطفال او على قناه عياده الاطفال. هنتكلم عن شويه اسئله كده انتوا سالتوها وهنستعرضها ونشوف هنقول فيها ايه. هنشوف اول سؤال من بارادايس. بنت عن قريب بتكمل 4 شهور، شو اعطيها تاكل وكيف ابلش؟ الحقيقه ده سؤال كويس قوي، وفي امهات كتير قوي بتسال السؤال ده عن الاكل بتاع الاطفال في الشهر الرابع. حقيقه طبعا زي ما احنا بنقول قبل كده ان الافضل طبعا هو الرضاعه الطبيعيه. الطفل المفروض ان هو بيرضع رضاعه طبيعيه في اول 6 شهور، ومع نهايه الشهر الرابع نبدا بقى ندخل بعض الاكلات زي مثلا السريلاك بالرز. والسريلاك ده مهم جدا لانه بيبقى فيه حديد عشان يمنع انيميا نقص الحديد عند الاطفال. هبدا في الاول خالص بمعلقه او 2 واجرب واشوف هل في اي حساسيه من اي مكونات من مكونات السريلاك ولا لا، واشوف لمده 2 يومين. ويفضل ما اضيفش اي حاجه خالص الا مع نهايه الشهر السادس ان شاء الله ابدا ازود الحاجات الثانيه. السؤال الثاني وهو سوسو وميمو. مساء الخير، لو سمحت يا دكتور، ابني عندي 7 شهور وبيرضع طبيعي، وعلى طول سواء بيرضع او نايم بيخنفر من مناخيره وصوت مناخيره عالي ودايما بيدعك في عينيه ولسه ما زحفش، ولما يقعد بيقع ويتقلب على بطنه بس بيعيط ويزرجن وما يحركش رجليه، اعمل ايه؟ يعني هم دول مش سؤال واحد، ده كذا سؤال في بعض. طفل 4 شهور هو بيخنفر، يمكن احنا اتكلمنا عن موضوع الخنفرة قبل كده في حلقات كتيرة، وقلنا ان الخنفرة ده عند الاطفال ده امر طبيعي، وخصوصا اول 6 شهور عند الاطفال، لان القطر بتاع الفتحة بتاع الانف بتاع الاطفال بيكون ضيق شوية، فبأي نقطة او اي التهاب بيسد الانف بتاع الطفل. لذلك ممكن نلاحظ ان الاطفال في الفترة دي بيكون الانف بتاعهم دايما مزكب، عنده زكام او عنده خنفرة. لكن هو في الفترة هو خلاص عدى 6 شهور، عنده 7 شهور وبيخنفر، فأنا طبعا أهم حاجة تبدأ تديله نقط المحلول الملح، أو تديله بخاخة مية البحر، دي من الحاجات الكويسة جدا جدا. ودايما تاخدي بالك برضو منه ما تعرضوش لطيارات الهواء الباردة، ومحدش يقعد يبوس ومحدش وما يخرجش في الهواء مره واحده. كل الحاجات دي بتخلي الطفل دايما مزكم ودايما. وكمان طبعا نقطه مهمه جدا هو موضوع السجاير، الطفل ما يشمش ريحه السجاير وهو لسه ما زحفش. هو طبعا الزحف ده والحب ده ممكن الطفل، خلي بالك الطفل ممكن ان هو يزحف، يعني يمكن يحبي كده. في بعض الاطفال بتقوم تمشي على طول، فانت ما فيش اي مشكله خالص. اهم حاجه تكوني حريصه ان تديله فيتامين د بانتظام، 4 نقط كل يوم، مرة واحدة بس في اليوم. وطبعا لازم انت تكوني تتابع برضو مع الدكتور، بحيث ان هو لو في اي حاجة الدكتور يقدر يشوفها ويبص عليه. السؤال الثالث وهو من ابنتي حياتي. ممكن السؤال يا دكتور، بنت عمرها 1 سنة و4 شهور بس اكلها قليل، ودايما بتحب تاكل بايديها واخد المسألة لعب، ولما بعطيها الصحن والمعلقة بتاكل بتلعب بالاكل بس، والله وتعبت معاها كتير ما بعرف شو الحل. والله ده حاجة كويسة، الطفلة بتلعب وكل حاجة. انا عايز اقول لكم على حاجة، ان الاطفال مش الشهية بتاعت الاطفال ما هي ثابتة في كل الاوقات. فيه وقت معين الطفل يكون عنده شهية كويسة اول للاكل، ان هو بيحب يأكل كويس وبتاع، وبعدين بعد كده بيبقى بتقل كمية الاكل اللي هو اللي الطفل بياخدها، ومع ذلك بنلاقي النمو بتاع الطفل كويس. فلازم نتابع مع الدكتور ونشوف النمو بتاع الطفل ده كويس ولا لا. بالنسبة للحاجات اللي بتخلي الطفل يبقى دايما عنده شهية للأكل، لازم تديله خضروات كتير قوي، تديله فاكهة كتير خالص، تديله الأسماك واللحوم والكلام ده هو، وتمنعيه خالص عن الحاجات الفاست فودز، الوجبات السريعة والجاهزة والشيبسي والبتاع والكلام ده. الكلام ده كله هو ده اللي بيخلي الطفل يفقد الشهية وما يأكلش كويس. دايما ما تحطيش فرض، يعني ما تحطيش كمية وتقولي لا انا الطفلة لازم تاكل الكمية دي، ادي لها الكمية بتاعتها اللي هي هتحبها او اللي هي هتقدر عليها، وبعدين بعد كده عين الجزء الباقي ده لوقت معين الطفل ياكله في مرة تانية.
فما تضغطيش عليها وما تحطيش فرضية ان الطفل ده شهيته قليلة. بعض او المشكلة كلها بتكون ساعات في الام بتكون حاطة في بالها ان الطفل مش بياكل كويس، ولكن هو بياكل، هو بياكل الكمية بتاعته اللي هو محتاجها وبيسيب الباقي. نيجي للسؤال اللي بعد كده. سمير الشيخ: دكتور، ابني عنده 8 شهور ونص، ما هي الفواكه اللي اقدر اعطيها له؟ السؤال ده سؤال حلو خالص. بالنسبة للفواكه اللي ممكن نديها للطفل في سن 8 شهور، ممكن تديله الموز، ممكن تديله التفاح، ممكن تديله الكيوي، ممكن نديله العنب، يعني حاجات كتير قوي ممكن نديها للأطفال في سن 8 شهور. السؤال اللي بعد كده، وهو: مساء الخير يا دكتور، جزاك الله كل خير على مساعدتك لينا. حبيت أسألك سؤال. ابن عنده 7 شهور ونص، ما يقعد لوحده لسه، وما طلع أسنان ولا بيزحف، بس لما وقفه على رجليه ما شاء الله بيقف لوحده مدة ثانية وبيهبط عاد، يعني انه بداية يمشي ولا كيف؟ طفل عنده، انا بشكرك على الرامي، بشكرك جدا على السؤال. والطفل في 7 شهور، هو ممكن الطفل ما يطلعش اسنان في الفترة دي لانه هو لسه صغير. الطفل ممكن يتأخر لغاية 18 شهر، ده امر عادي يعني ما تقلقوش خالص. اهم حاجة نكون حريصين ان احنا ندي للطفل فيتامين د ونعرضه للشمس في الفترة اللي هي بتاعة الظهر، اللي هي من الساعة 11 لغاية الساعة 2 تقريبا، 10 دقايق بس كل يوم او مرتين حتى 3 في الاسبوع، دول كافيين ان هم يدوا للطفل الاحتياجات اليومية من فيتامين د. والطفل في الفترة دي ممكن تبدأ تديله بقى الاكلات اللي هي فيها فيتامين د، الصفار البيضاء، ممكن نديله فصوص السمك، الحاجات اللي هي بيبقى فيها غنية بفيتامين د، بالاضافه للرضاعه الطبيعيه، ولو هو بيرضع رضاعه صناعيه بيبقى فيها فيتامين د وكده. عشان كده انا بقول ان هو مش متقلقش خالص بالنسبه لان هو وصل لسبع شهور ولسه ما سننش، فده امر طبيعي. في بعض الاطفال بتسند بدري قوي عند 4 شهور و6 شهور، وفي بعض الاطفال التانيين بتاخروا لغايه سن 18 شهر، فما فيش مشكله خالص. اهم حاجه يكون النمو بتاع الطفل كويس ونديله فيتامين د بانتظام. نيجي للسؤال اللي بعد كده، وهو: دودي سعيد، لو سمحت يا دكتور، بنت عندها 5 شهور، ينفع اجيب لها سيريلاك شوفان؟ وامتى تاكل اللحوم؟ الحقيقه سيريلاك الشوفان برضو او الشوفان من الحاجات الكويسه جدا اللي بتتعطى للاطفال، ويمكن الامريكان اكاديمي كانت بتوصف بالشوفان قبل كده، يعني بنديه للاطفال. وممكن نبدا ندي الشوفان للاطفال من بعد 6 شهور، امر طبيعي عادي ما فيش اي مشكله خالص. السيريلاك بالشوفان هو مش متوفر في مصر، هو يمكن متوفر في الدول العربية. وممكن نبدأ ندي اللحوم للأطفال من بعد الشهر 7 و8، نبدأ نديله لحوم مفرومة، فيش أي مشكلة، عشان تديله تكون مصدر غني بالحديد. سؤال كده من مش عارف مين اللي بعت السؤال ده: دكتور، بنت عندها 1.5 سنة ولسه ما بتمشيش، مع العلم انها عملت عملية، كان عندها شق في سقف الحلق، ولدت في اخر الشهر 8، وبديلها كالسيوم هايكال، الدكتور قال لي عندها لين عظام. والله بصي، يعني هي مولوده بدري شويه عن ميعادها، وهي عندها، الدكتور بيقول لك ان هي عندها لين عظام. فالاطفال اللي عندهم لين عظام بيكون عندهم نقص في فيتامين د، وبالتالي هي محتاجه فيتامين د اكتر. نقص فيتامين د بيؤدي للين العظام او الكساح عند الاطفال، بمعنى ان الطفل هتلاقي راسه كبيره شويه، وهتلاقي عنده المفاصل بتاعته مش مظبوطه، والعظمه بتاعت الرجل عنده هتلاقي فيه تقوس في الساقين، هتلاقي الصدر بتاعه، العظم بتاع الصدر بتاعه او القفص الصدري مش مظبوط، فيه تشوهات. فعشان كده لازم ناخد بالنا كويس قوي ونمنع نقص فيتامين د، وندي للاطفال فيتامين د من بعد الولاده مباشره، 4 نقط كل يوم بتحمي الاطفال من نقص فيتامين د. هي الطفل ده يعتبر متاخر شويه، وطبعا زي ما احنا قلنا ان نقص فيتامين د ده بيبقى مرتبط بالكساح عند الاطفال. الكالسيوم مهم لكن فيتامين د هو الاهم في علاج المشكله ده. عشان كده انا بنصحك ان انت الطفل بياخد فيتامين د النشط بجرعات محدده، يا ريت ترجع للدكتور تاني وتشوفي الموضوع ده. بتاخد فيتامين د مثلا زي ال 1 الفا او الفا كالسيدول، او يعني الحاجات دي من الحاجات الفيتامين د النشط
اللي بيعالج المشكلة بتاعة الكساح أو لين العظام عند الأطفال، وبالتالي هيساعده إن شاء الله إن هو يمشي على طول. نيجي بقى لآخر سؤال في حلقتنا النهاردة، وهو من محمد فوزي. السلام عليكم يا دكتور، لو سمحت، بناتي عندهم 6 شهور ونص وبيرضعوا لبن صناعي، ينفع ساعد بلبن جاموسي مع صناعي؟ لو ينفع أحل كمية اللبن قد إيه؟ وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا انتي، بس ما تدلوش اي لبن جاموسي خالص قبل سن سنة. يا جماعة، موضوع اللبن الجاموسي واللبن البقري احنا اتكلمنا فيه قبل كده في حلقات كتيرة خالص عن موضوع اللبن البقري والجاموسي. ما ينفعش ندي للاطفال اي لبن بقري ولا جاموسي قبل سن سنة، لان ده هيعمل مشاكل كتيرة جدا للاطفال، هيعمل انيميا، هيعمل حساسية، هيعمل نزيف القناة الهضمية، هيسبب مرض السكر المبكر، هيعمل حساسية صدر. يعني في مشاكل كتيرة جدا بيسببها اللبن البقري للاطفال قبل سنة، فما تستعجلوش وتدوا لبن بقري للاطفال قبل سنة. لا لبن بقري ولا لبن جاموسي للأطفال، بنديهم للأطفال قبل سنة نهائي. الحاجات ده ممنوع خالص، واللي ما شافوش الحلقة بتاعة تأثير اللبن البقري والجاموسي على الأطفال ياريت بصوا عليها فوق في الآي اللي فوق، هسيبها لكم برضو عشان يعني تقروها وتشوفوها. ياريت برضو بلغوا كل الناس اللي بيدوا لبن بقري وجاموسي للأطفال قبل سن سنة، ممنوع منعا باتا ندي للأطفال الحاجات دي، اكتفي باللبن الصناعي مع الرضاعة الطبيعية والأكل والكلام ده. ويمكن جدول تغذية الأطفال أنا عامله جدول متكامل، هتلاقوه في وصف الفيديو بتاعنا ده، أو هتلاقوه في أول كومنت مثبت تحت الفيديو. اقرأوا الموضوع وتشوفوا، هتلاقوا الجدول الأكل من أول 4 شهور لغاية سن سنة، كل حاجة بالتفصيل هتلاقوها إن شاء الله في أول كومنت مثبت تحت الفيديو. بكده أكون وصلت لنهاية حلقتنا النهاردة، أتمنى تكون مفيدة وتعجبكم، وياريت لو عجبكم هتعملوا إيه؟ هنعمل لايك وشير لها، ونعمل سبسكريبشن في قناتنا على اليوتيوب، وتابعوا كل حلقاتنا على قناتنا التانية قناة يوسف كودا بلس. في الآي اللي فوق هتتابعوا كل الحلقات البث المباشر، ويمكن هنعمل حلقة كل أسبوع إن شاء الله، هنجاوب على كل الأسئلة بتاعتكم على القناة التانية قناة يوسف كودا بلس. شاركوا الرابط بتاع الحلقة دي مع كل اللي انتم بتحبوهم، في أسئلة كتيرة جدا لسه مستنية الإجابة عليها إن شاء الله، أما الوقت بتاعنا هيسمح إن شاء الله نجاوب على كل الأسئلة بتاعتكم بإذن الله. تحياتي ليكم، كنت معاكم دكتور يوسف فوضى، أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.